السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم مس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة ستة هنكمل شرح منهج كنكت 6 من كتاب الأضواء جيم 2024 طبقا لأحدث تعديلات الوزارة. انت هنا بفضل الله من شرح جميع دروس يونت 7 الوحدة السابعة. النهاردة نبدأ يونت 8 عنوانها تويز أند جيمز، اللعب والألعاب أو الدومة والألعاب. تويز اللي هي اللعب اللي بنلعب بيها، جيمز الألعاب اللي بنلعبها. تويز أند جيمز، تويز أند جيمز. والنهاردة إن شاء الله يا ولاد معانا بقى ليسون 1 الدرس الاول من الوحده. A box of toys اللي هو صندوق الالعاب. A box of toys بيج نمبر 44 صفحه 44 في كتاب الاضواء الجيم الوحده الثانيه او الوحده الثامنه، ثاني وحده معانا في منهج الترم الثاني. يا ريت يا اولاد نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونعمل متابعه لصفحه الفيسبوك عشان نستنى ان شاء الله كل جديد. يلا بينا بقى نبدا الدرس. بيج نمبر 44 المين فوكاب الكلمات الرئيسيه. بيقول لك بيت الدمية يعني ايه يا اولاد؟ دولز هاوس، دولز هاوس يعني بيت الدمية، دولز هاوس. عجلات التزحلق أو حذاء التزحلق، رولر بليدز، رولر بليدز، رولر بليدز يعني حذاء التزحلق، حذاء تزحلق. بعد كده أكشن فيجر، أكشن فيجر، أكشن فيجر يعني يا ولاد مجسم على شكل شخصية، وبالتحديد شخصيات الكرتون. يبقى مجسم على شكل ايه يا ولاد؟ شخصية الايه؟ الكرتون او شخصية كرتونية، مجسم على شكل شخصية ايه؟ كرتونية بالتحديد. وعندي تي اي و ان بتجيب شن. اكشن فيجر، اكشن فيجر، فيجر يعني مجسم، واكشن اللي هو ايه؟ اللي هو الشخصيات بتاعت الايه؟ الكرتون، اكشن فيجر. طيب عندنا بقى ايه يا ولاد؟ ماربلز اللي هو ايه؟ كرات الرخام اللي هي ايه من الاخر كده ايه؟ البلي، كرات زجاجية اللي هو يا ولاد البلي. يبقى دولز هاوس، دولز هاوس، دولز هاوس بيت الدمية، رولر بليدز حذاء التزحلق، رولر بليدز، رولر بليدز، اكشن فيجر اللي هو مجسم لشخصية كرتونية، اكشن فيجر، اكشن فيجر. عندي كرات الزجاج او الرخام اللي هو البلي يعني ماربلز، ماربلز. العاب لوحية اللي هي حاجات اللوحة دي كده زي الشطرنج او اي لعبة تاني. بيقول لك بورد جيمز او بورد جيم يعني لعبة لوحية، بورد جيم، بورد جيم. طيب دمية عناق اللي هي ايه؟ الدمية الطرية او اللينة، دمية طرية او لينة اللي هو الدبدوب اسمها ايه؟ كادلي توي، كادلي توي، كادلي توي. لعبة القطار ترين سيت، ترين سيت، ترين سيت. لوحة تزحلق سكيت بورد، سكيت بورد، سكيت بورد. يبقى بورد جيم، بورد جيم، كادلي توي، كادلي توي. لعبة القطار ترين سيت، ترين سيت. لعبة او ايه؟ لوحة تزحلق يعني او التزلج سكيت بورد. نقولهم تاني، بيت الدمية دولز هاوس، دولز هاوس، دولز هاوس. حذاء التزحلق رولر بليدز، رولر بليدز، رولر بليدز، مجسم على شكل ايه؟ شخصية كرتونية، اكشن فيجر، اكشن فيجر، اكشن فيجر. كرات الرخام او البلي ماربلز، ماربلز، ماربلز. لعبة لوحية بورد جيم، بورد جيم، بورد جيم. لعبة او ايه؟ دمية طرية او لينة يعني كادلي توي، كادلي توي، كادلي توي. لعبة القطار ترين سيت، ترين سيت، ترين سيت. لوحة تزلج يعني سكيت بورد، سكيت بورد، سكيت بورد. اكسترا فوكاب كلمات اضافية في الواقع اكشولي، اكشولي، اكشولي. عندي اليوم انطها ايه يا ولاد؟ شين، اكشولي، اكشولي. على الرغم من ذلك ها ذو، التي اتش دي بتجيب ايه يا ولاد؟ التي اتش بتجيب ذال، والجي اتش سايلنت. ذو، ذو. رائع كول، رائع كول، رائع كول. يبقى اكشولي، اكشولي، ذو، ذو، كول، كول. اصغر سنا يانجر، يانجر، يانجر. عبقري بريليانت، بريليانت، بريليانت. اكبر سنا اولدر، اولدر، اولدر. مفضل فيفرت، فيفرت، فيفرت. سريع فاست، فاست. ناجح سكسسفول، سكسسفول، سكسسفول. يبقى اكشولي، اكشولي. على الرغم من ذلك ذو، ذو. رائع كول، كول، كول. اصغر سنا يانجر، يانجر. عبقري بريليانت، بريليانت، بريليانت. اكبر سنا اولدر، اولدر، اولدر.
مفضل فيفرت فيفرت سريع فاست فاست ناجح سكسسفول سكسسفول سكسسفول. عندي كونجيجيشن اوف فيربس صفات الافعال، عندنا نوعين من الافعال، افعال ريجولار افعال منتظمه وايريجولار غير منتظمه. المنتظمه وان لها قاعده ثابته بتمشي عليها، الفعل لو اخر ايه بنضيف له دي ما فيهوش ايه بنضيف له اي دي، ممكن يضيف له اي اي دي لو اخره واي وقبلها ساكن بنحذف الواي ونحط مكانها اي اي دي. طب لو الواي قبلها متحرك لا ما ينفعش احذف الواي من جنب المتحرك بسيبها مكانها ونحط بعدها الاي دي، تبقى ايه يا ولاد مثلا زي كلمة ايه يلعب بلاي، الايه متحرك هنسيب الواي مكانها ونحط اي دي بليد. طب دي غير منتظمة ليه يا ولاد؟ دي ريجولار لان ليس لها قاعدة ايه ثابتة تمشي عليها نحفظها زي ما نحفظ كما هي. اول فعل معايا في الافعال الريجولار عندي يزور فيزيت، لا تنتهي بالايه هنضيف لها اي دي في الماضي، فيزيتد فيزيت فيزيتد فيزيت فيزيتد. يلعب بلاي بلايد هنضيف لها اي دي، تمام لسه قايلها دلوقتي دي والله ما شفتهاش اصلا، بلاي بلايد. يبحث عني عن لوك فور لوك هنضيف لها اي دي لوكد لوك لوكد لوك لوكد. يخترع انفنت برضو اي دي انفنتد، يبقى فيزيت فيزيتد فيزيت فيزيتد بلاي بلايد بلاي بلايد لوك فور لوكد فور invent invented invent invented. يحب love الماضي منها loved تنتهي بالايه هنضيف لها دي بس، love loved love loved. يريد want wanted هنضيف لها اي دي want wanted. يجرب او يحاول try الواي قبلها ساكن احذف الواي ونحط مكانها الناحية التانية اي اي دي، يبقى try tried، يبقى love loved love loved want wanted want wanted try tried try tried. يبقى visit visited visit visited play played play played look for looked for look for looked for invent invented invent invented love loved love loved want wanted want wanted try tried try tried. عندي بقى أفعال غير منتظمة يجد find الماضي منها found find found find found find found. يمتلك have أو has. طيب أنا عندي ال have بتيجي مع الجمع والهاز مع المفرد، الاتنين دول من فيرب تو هاف يا ولاد. طيب في الماضي بقول الاتنين يبقوا هاد، يبقى هاف او هاز هاد هاف او هاز هاد. يهزم بيت الماضي منها بيت، يبقى فايند فاوند فايند فاوند هاف او هاز هاد هاف او هاز هاد بيت 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 بيت. يؤلف يعني ميك اب الماضي من ميك ميد ميك اب ميد اب ميك اب ميد اب. يؤلف او ايه او يبتكر. يعرف نو الكي سايلنت الماضي منها نيو نو نيو. يعتقد ثينك ثوت الجي اتش سايلنت ثينك ثوت. يبقى ميك اب ميد اب ميك اب ميد اب نو نيو نو نيو ثينك ثوت ثينك ثوت. يبقى فايند فاوند هاف او هاز هاد بيت بيت ميك ميد نو نيو ثينك ثوت. 45-45 expressions and phrases عبارات وحروف جر هامة. في عطلة نهاية الأسبوع on the weekend on the weekend بعد فترة قصيرة after a while after a while. وأنا كذلك so do I so do I. يجرب have a go have a go on تساوي كلمة try have a go on. كثيرا جدا very often very often. أود وأن I'd love to on the weekend on the weekend after a while after a while so do I so do I have a go on have a go on very often very often I'd love to I'd love to. عندي definitions اللي هي تعريفات. بيت يهزم يا ولاد. قال لك be more successful than someone in a game be more successful than someone in a game أن تكون أكثر نجاحا من شخص ما في لعبة. have a go يعني إيه؟ يجرب try something try something يجرب شيئا ما. made up يعني إيه؟ ألف أو اخترع. قال لك thought of or invented فكر أو إيه اخترع شيئا thought or thought of or invented تفكر في حاجة أو تخترع ليه إيه؟ made up. طبعا قلنا جيم الترم التاني بيعمل ايه حاجه عظيمه جدا بيجيب لي ايه اهم الجمل عندي في الدرس دي ما كانتش موجوده قبل كده.
بيقول لك ياسين found a box of his old toys at his grandma's house. ياسين found a box of his old toys at his grandma's house. لقد وجد ياسين صندوق ألعابه القديم في منزل جدته. He loved playing with his old action figures. كان يحب أن يلعب بمجسمات الشخصيات الكرتونية. When Adam was younger, صديقهم آدم بقى، لما آدم كان صغير his favorite toy was a train set. كان أكتر حاجة بيفضلها إيه يا ولاد؟ لعبة القطار. يبقى when Adam was younger his favorite toy was a train set. طيب بعد كده فارس، فارس didn't have roller blades. فارس لم يكن لديه إيه؟ حذاء التزحلق. But he had a skateboard، لكن كان عنده لوحة تزحلق. يبقى فارس didn't have roller blades but he had a skateboard. فارس played board games with his older brother. فارس played board games. فارس كان بيلعب الألعاب اللوحية with his older brother مع أخوه الأكبر. But he usually beat فارس، لكن أخوه كان عادة إيه بيهزم فارس. طيب فارس will look for some of his old toys later. فارس will look for some of his old toys later. فارس سوف يبحث عن بعض من ألعابه القديمة لاحقا. طيب vocabulary check. brilliant جذاب، cool رائع، سودو اي وانا ايضا. طيب love يجي بعدها verb i n g. I love playing with my toys، بحب ألعب بألعابي. I love playing with my toys. brilliant يجي بعدها exclamation mark، وكل exclamation mark، والسودو يجي بعدها برضو exclamation mark. طيب I'd love to يجي بعدها يا أولاد المصدر. لاحظ الفرق بين استخدام الفعل love. طيب هنا love هيجي بعدها to والمصدر. I'd love to see my cuddly toy. I'd love to see my cuddly toy. أود أن أرى إيه لعبتي أو دميتي الإيه القديمة. لاحظ أن بعض الكلمات اللي تعبر عن الدهشة والمفاجأة نضع بعدها علامة تعجب، ماشي قلنا عليها دي. هنا love يجي بعدها verb I N G، و love هنا يجي بعدها إيه ولاد to والمصدر. choose the correct answer، تعالى نختار الإجابات الصحيحة. هاني could go fast. هاني كان يذهب بسرعة with his على إيه action figure مجسم الكرتون، train set القطار، marbles البل، ولا سكيت بورد عليه لوحة تزحلق. طبعا لوحة تزحلق كان بيوصل الأماكن بسرعة، كان بيخليه يوصل بسرعة جدا للأماكن. when you make up تخترع، look for تبحث عن، beat تهزم، think تفكر، something you invent it انت كده ابتكرته. when you make up، make up تساوي invent يعني يبتكر. 3 سالي feels comfortable when she hugs her. تشعر سالي بالراحة عندما تحضن ايه بورد جيم لعبة لوحية، ماربلز البلي، ولا كادلي توي اللي هي اللعبة الطرية بتاعتها الدمية الطرية اللي هو الدبدوب، ولا ترين طبعا كادلي توي. My dad bought me، بابا اشترى لي ايه دولز هاوس بيت للدمية، اكشن فيجر مجسم كرتوني، ترين ست لعبة القطار، ولا رولر بليدز اللي هو الحذاء التزحلق. that looks like superman يشبه ايه سوبرمان. يبقى اشتري لي يا ولاد مجسم كرتون يشبه ايه سوبرمان. I wanted to have a go on، انا كان نفسي ايه اجرب. my marbles البلي بتاعي، board game اللعبة اللوحية، train set القطار، ولا رولر بليدز اللي هو حذاء التزحلق. but they were small لقيتهم ايه صغيرين، يبقى هو رولر بليدز حذاء التزحلق. مام امي ميكس ولا لوكس ولا بيتس ولا فيزيتس مي ان افري جيم، ماما بتعمل لي في كل لعبه. شي از مور سكسسفول ذان مي، ده اشطر مني، ماما اشطر مني بقى يا ولاد. بيتس مي تهزمني في كل مره بنلعب مع بعضينا. 46 listen read a role play، استمع واقرا وتبادل الادوار. فارس بيسال ياسين بيقول له did you visit your grandma On the weekend ياسين، هل زرت جدتك في عطلة نهاية الأسبوع يا ياسين؟ Did you visit your grandma on the weekend ياسين؟ ياسين قال له Yes I did، آه زرتها. I found a box of my old toys at her house actually، في الواقع لقد وجدت
لعب او اي صندوق لعبي القديم في بيت جدتي. Yes, I did. I found a box of my old toys at her house actually. دخل بقى في الحوار صديقهم آدم. آدم بيقول What did you find in there? ماذا وجدت هناك؟ لقيت في ايه الصندوق ده؟ What did you find in there? ياسين قال There was an action figure. كان فيه مجسم ايه للعبة كرتونية. I loved playing with it. كنت بحب ألعب بيه. تبقى there was an action figure. كان فيه مجسم ليه شخصية كرتونية. I loved playing with it. كنت بحب ألعب بيه. فارس قال له I loved playing with my old action figures too. أنا كمان وأنا صغير كنت بحب ألعب إيه بالمجسمات للشخصيات الكرتونية أيضا. I made up. أنا كنت بقعد أخترع أو أي أبتكر lots of games for them. كنت إيه باختراع الكثير من الألعاب بهذه الإيه المجسمات. آدم قال له when I was younger. أنا بقى لما كنت صغير بيقول لهم my favorite toy was a train set. كانت لعبتي المفضلة لعبة إيه أولاد القطار. تبقى when I was younger my favorite toy was a train set. فياسين قال له إيه بقى I didn't have a train set. I didn't have a train set. لم يكن لدي لعبة القطار. But my sister had a big doll's house. بس أختي كان عندها بيت دمى. بيت إيه للعروسة أو للعبة كان كبير جدا. We both played with it. كنت بلعب بيه أنا وهي. I don't know where it is now. بس مش عارف راح فين دلوقتي. I found my old roller blades though. بس على الرغم من ذلك وجدت إيه حذاء التزحلق القديم الخاص بيه. صفحة تاني 47 47. آدم بيقول brilliant did you have a go on them. قسته حذاء التزحلق اللي انت لقيته ده قسته وجربته. did you have a go on them. قال له no I wanted to. أردت ذلك but they were too small. لكن لقيتهم صغيرين جدا عليا صغروا جدا عليا. يبقى ايه آدم لقى او ياسين لا حذاء التزحلق بتاعه ايه بقى صغير عليه صغير جدا عليه فمش عارف يلبسه ايه ويجربه. فارس بيقول I didn't have a roller blades. I didn't have roller blades. انا ما كانش عندي حذاء تزحلق. But I had a skateboard. كان عندي ايه لوحة تزحلق. I could go really fast after a while. I could go really fast after a while. استطعت الذهاب سريعا به ايه بعد فترة قصيرة. كان بيوديني الاماكن ايه بسرعة في فترة قصيرة. ياسين بيقول له كولة رائع. Did you play board games when you were younger. هل كنت تلعب الالعاب اللوحية عندما كنت اصغر سنا. Did you play board games when you were younger. فارس قال له yes we played board games. كنا نلعب العاب لوحية. I played with my older brother. كنت بلعب مع اخويا الكبير. يبقى فارس كان بيلعب مع اخوه الكبير. but he usually beats me او beat me. لكن كان ايه دايما ايه عادة كان ايه بيهزمني. يبقى yes we played board games. I played with my older brother but he usually beat me. كان بيهزمني. ادم قال we didn't play board games very often. very often we didn't play board games very often. لم نلعب الالعاب اللوحية في كثير من الاحيان. But we played marbles. لكن كنا بنلعب بإيه بالبلي. فارس قال له so did I. وأنا كمان كنت بلعب بالبلي. I think I look for some of my old toys later. أعتقد أن أنا إيه سوف أبحث عن بعض الألعاب القديمة في وقت لاحق. I'd love to see my favorite cuddly toy again. نفسي أشوف إيه الدمية اللينة القديمة بتاعتي. I'd love to see my favorite cuddly toy again. دي المحادثة كانت بتوين ياسين وآدم وفارس بيتكلموا عليها ولاد الأول تويز الإيه اللعب القديمة. 48 48. براكتس ليسون وان تدريبات الدرس الأول. وأول سؤال معانا يا ولاد سؤال ليسن الاستماع. ليسن ان سيركل ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. يعني استمع واختار الإجابات الصحيحة من اي بي سي اور دي. اسمعوا معايا النص الأول عشان اختار الإجابات. ياسين هاد ميني وندرفول تويز وين هي ووز يانجر. ياسين كان عنده العديد من اللعب الرائعة عندما كان صغيرا. He loved playing marbles. كان بيلعب كان بيحب يلعب بالبلي with his brother Sam مع أخوه سامي. He had a small skateboard. كان عنده لوحة تزحلق إيه أو تزلج صغير. That he thought it was really good fun. كان ممتع جدا. ياسين's favorite toy was his action figure. بس أكتر لعبة كان بيفضلها
المجسم الكرتوني. It looked like سبايدر مان، كان شبه ايه سبايدر مان. He loved making up lots of games، وكان بيقعد بقى ايه يخترع ايه ويبتكر العاب كتيرة جدا ايه بالمجسم ده. يا ولاد ياسين اند سامي بلايد بورد جيمز، كانوا بيلعبوا مع بعض البورد جيمز very often، كثيرا جدا. But سامي usually beat ياسين، لكن سامي كان بيهزم مين؟ ياسين. نمبر 1، ياسين loved playing، كان بيحب يلعب ايه with his brother سامي، يلعب ايه مع سامي؟ train set ولا marbles ولا action figure ولا board game؟ كان بيحب يلعب مع اخويا ياسين ايه يا ولاد؟ البورد جيم. ياسين had a small knot that he thought was good fun، كان عنده دولز هاوس، بيت دمى، كادلي توي اللي هي ايه الدمية اللينة والطريقة، سكيت بورد، ولا كان عنده رولر بليدز. ايه اللي كان عنده كان بيعتقد انه ممتع؟ كان عنده طبعا يا ولاد ايه سكيت بورد، لوحة تزحلق. ياسين's favorite نقط was his action figure، المجسم. المجسم ده كان جيم ولا ستوري ولا اكتيفيتي ولا توي؟ طبعا كان توي، لعبة. ياسين عند سامي بلايد بورد جيمز، كانوا بيلعبوا البورد جيمز very often. But سامي يوجوالي ياسين، سامي كان بيعمل ايه ياسين؟ هيلبت بيساعده، بيت بيهزمه، شير دي يشارك، ولا فاوند وجده؟ طبعا كان بيت بيهزم يا ولاد. بيقول لك ايه بقى السؤال التاني؟ سؤال اختيارات، choose the correct answer from A B C or D. بيقول لك did، يجي بعد did ايه يا ولاد؟ فعل في المصدر. did you not your grandma on the weekend، did you take ولا go ولا visit ولا make up؟ هل كنت بتاخذ جدتك في نهاية الأسبوع ولا جو تذهب ولا فيزيت تزور ولا ميك اب تخترع؟ طبعا فيزيت يزور الجدة. في أولاد بيقول نجوى has a big knot، نجوى كان عندها ايه كبير؟ هاوس that she likes to play with، كانت بتحب تلعب بيه. كان عندها بورد هاوس، كادلي هاوس، ترين هاوس، ولا دولز هاوس؟ طبعا دولز هاوس اللي هو بيت ايه؟ بيت الدمى، بيت الدمى. ما معاز could have a knot on my roller blades، they were too small for him، كانوا صغيرين جدا عليه. يبقى have a visit، have a ride، have a go، ولا have action؟ طبعا have a go يا ولاد يعني يجرب، لم يستطع ان يقيس ايه او يجرب الرولر بليدز بتاعتي الحذاء التزحلق بتاعي لانه كان صغير جدا عليه، حذاء تزحلق. My favorite toy، لعبتي المفضلة when I was younger، لما كنت صغير، was my action board، ولا house، ولا set، ولا figure. اسمها action ايه؟ اسمها action figure اللي هو ايه؟ المجسم الكرتوني. يبقى my favorite toy when I was younger، لعبتي المفضلة لما كنت صغير، was my action figure. طيب I often played board، انا كنت بلعب board ايه يا ولاد؟ with my brother but he usually beat me، لكن كان بيهزمني. كنت بلعب انا هو بورد جيمز، بورد تويز، بورد فيجرز، بورد هاوزز. طبعا بورد جيمز العاب لوحيه، العاب لوحيه. سلوى just thought of a new game، thought of يعني تخترع. she not it up، عايزه كلمه تسوي thought of يا ولاد. made يخترع، هاد ولا وينت ولا لاف؟ طبعا ايه ميد ات اب، اخترعتها. My friend has an amazing set، he loves playing with it، بيحب يلعب بيه. figure set ولا cuddly set ولا train set ولا board set؟ طبعا train set اللي هي لعبة القطار. when you knock someone in a game، لما نقط شخص ما في لعبة، you are more successful than he is، انت بتكون انجح منه. يبقى انا لما بعمل له اي حلب بساعده، شير وشارك، ميك اب يخترع، ولا بيت لما بهزمه؟ طبعا ايه لما بهزمه بكون انا ايه انجح منه. read and complete the text with words in the box، هنكمل الفراغات بالكلمات دي. سكيت بورد اللي هو لوحة ايه تزحلق، ينجر اصغر سنا، بيت يهزم، بورد لوحي، هاوس منزل. نادر اند حبيبة are best friends، اصدقاء. they met every weekend، بيتقابلوا في نهاية الأسبوع. since they were 10، من ساعة ما كانوا عمرهم 10 سنوات. when نادر was younger، لما نادر كان صغير، لما نادر كان صغيرا، was younger، he loved playing marbles، كان بيحب يلعب بالبالي.
he didn't have roller blades، ما كانش عنده حذاء التزحلق، but he had لكن كان عنده ايه، كان عنده سكيت بورد. ذات كود ريلي جو فاست، كان بيذهب بيهم ايه بسرعة. حبيبة ريلي انجويد بلاينج ويز هير دولز هاوس، كانت بتستمتع ايه ببيت الدمى بتاعها. she had a cuddly toy، كان عندها لعبة طايرة ودمية دمية طرية او لينة. ذات ووز سوفت، كانت ناعمة اند نايس ولطيفة. حبيبة اند نادر اوفن بليد، بيلعبوا ايه جيمز، بيلعبوا البورد جيمز الالعاب اللوحية. together to enjoy their free time، عشان يستمتعوا ايه اولاد بوقت الفراغ. تسعة وأربعين read the text and answer the questions. hello my name is وليد، مرحبا انا اسمي وليد. I always visit my grandma، انا دايما بزور جدتي. on the weekend، في نهاية الاسبوع. when I visited my grandma، لما بزور جدتي. last weekend، لما زرت جدتي الاسبوع الماضي او ايه في نهاية الاسبوع الماضي. I found a box of my old toys in her house، وجدت صندوق لعبي القديمة في بيتها. I was so excited، كنت متحمس جدا. to see all my old toys again، علشان شفت ألعاب القديمة ايه مرة تانية. when I was younger، لما كنت صغير. my favorite toy was a train set، لعبتي المفضلة كانت ايه اولاد، لعبة القطار. I loved playing with my action figures، كنت بحب ألعب بيه أولاد بالمجسمات بتاعتي أيضا. I made up، اخترعت lots of games for them، بيهم. My sister had a big doll's house، أختي عندها بيت دمى كبير جدا، بيت العروسة. We both played with it، كنا بنلعب بيه أنا وهي. I also found my roller blades، وجدت إيه حذاء التزحلق. I wanted to have a go on them، كنت عاوز أجربهم. But they were too small، لكنهم كانوا صغيرين جدا. choose the correct answer from A, B, C or D. على القطعة بيجي لك تلات اختيارات وتلات وسؤالين بنجاوب عليهم. أول سؤال في الاختيارات the general idea، اللي هي الفكرة العامة. الفكرة العامة للنص ده يا ولاد، وليد the toys لعب وليد، ولا وليد the house بيت وليد، وليد the sisters اخوات وليد، ولا وليد the grandparents آباء وليد. طبعا ايه، وليد the toys. وليد loved playing with نور، كان بيحب يلعب بايه، اكشن فيجرز ولا ماربلز ولا رولر بليدز ولا كارلي تويز، كان بيحب يلعب بايه اولاد، بالاكشن فيجرز. اي اي لافد بلاينج ويز ماي اكشن فيجرز، هي المجسمات. ذا underlined فيرب، عندي هاف اجو معناها يجرب، تساوي ايه تاني، لايك يحب، تراي سمثينج يجرب شيء ما، ولا ديسلايك لا يحب، ولا انفنت يخترع. تراي سمثينج. Answer the following questions. What was Walid's favorite toy when he was young؟ ايه اكتر لعبة كانت مفضلة بالنسبة له لما كان صغير؟ هنشوف كلمة favorite فين. هي ولاد كان بيقول my favorite toy was the train set، يبقى نقول his favorite toy was the train set، دي اجابة السؤال التالت، سوري الرابع. لعبته المفضلة كانت ايه، لعبة القطار. what did Walid's sister have، اخته ايه كان عندها ايه، she had a big doll's house، she had a big doll's house، كان عندها بيت دمية كبير، دي اجابة السؤال الخامس. السؤال بعد كده بيقول لك put the words in the correct order to make correct sentence، سؤال الترتيب. what did you find there عمر، ماذا وجدت هناك يا عمر؟ What did you find there عمر؟ We didn't، we didn't play، board games very often، لم نلعب الألعاب اللوحية في كثير من الأحيان.
we didn't play board games very often. أبدأ بديت. He have a go on the skate board. هل كان يجرب السكيت بورد؟ تبقى did he have a go on the skate board. هل جرب السكيت بورد؟ بعد كده I'd love to see my cuddly toy again. كنت أحب أن أرى إيه؟ دميتي اللينة مرة أخرى. Punctuation إم كابت الأول كلام. My favorite toy was a train set. لعبتي المفضلة كانت إيه يا ولاد؟ لعبة القطار. دي جملة فنحط في الآخر نقطة. يبقى الإم بداية الكلام والنقطة. كده يا ولاد بفضل الله انتهينا من شرح الدرس الأول من يونت A Toys and Games الوحدة التامنة. تاني وحدة معانا في منهج الترم التاني للصف السادس. انتظرونا في حل شرح باقي الدروس والوحدات من جيم والمعاصر وبيت. بتمنى لكم النجاح بر وتوفيق يا ولادي. تدعمونا بلايك للفيديو وشير للفيديو واشتراك في القناة وطبعا صفحة الفيسبوك عشان يصلكم ان شاء الله كل جديد. كانت معكم ميس هبة رجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.